خلينا نشوف الكشري، انا بعمله بطريقه مختلفه شويه. طيب الرز بكمره مع العدس. العدس انا بجيبه قدام حضراتكم اهوت، بنقعه في ميه، وبعد ما بنقعه بقوم ايه مصفيه، وبعد كده بنبدا نحطه عندنا في البصلايه اللي انا بدبلها عندي على النار مع شويه من السمنه والزيت. تمام، خلينا ناخدها خطوه خطوه كده، يعني نيجي ناخدها واحده واحده. اول حاجه احط عندي شويه سمنه كده صغيرين، بعد كده بقوم جايب عندي بصلتين اتنين، يبقى العدس بجبه بجيبه بنقعه تمام مده ربع ساعه، وبعد كده بقوم مصفيه والمنيو قدام حضراتكم. هجيب عندي البصل تمام اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، وبروح عندي اجيب عندي الكبه، حط عندنا البصل هنا هنا. ايوه، ونروح عندي لازم البصل ده يبقى لونه ايه، لون ذهبي، عشان هنبدا نحط عليه الايه الميه السخنه، وبعد كده نبدا نضيف له العدس. حط عندي شويه زيت، البصل الابيض ايه ما شاء الله. ده كله تمام، ده هو بيغسل العين. تمام، حطينا البصل وفرمناه كويس جدا في الكبه، وحطيناه فيه مع معلقتين اتنين سمنه بلدي، وحطيناه مع معلقتين اتنين من الزيت. طيب بعد كده بقوم جايب عندي حله تانيه حاططها عشان نعمل عندنا الصوص الاحمر والبصل. ما استعجلش عليه خالص، سيبه لحد ما ايه ما ياخد لون ذهبي، ما نستعجلش عليه خالص لحد ما لونه يبقى غامق، مش غامق قوي عشان ما يحرقش الصدر، لا يعني يبقى ذهبي غامق بس مش اللي هو البني الداكن قوي يعني. هوريك الدرجه بتاعته ان شاء الله عشان يطلع معاكي مظبوطه. هنا بقى بجيب عند الخلاط والطماطم، بسم الله الرحمن الرحيم، نقطعها عندي مكعبات. حاولي بس تجيبي الطماطم اللي هي الايه تكون الحمراء. وهنضرب معاها فلفل، واحده كده فلفل حامي صغيره، ونقوم ضاربين معاها فلفل رومي اخضر وحدايا بس من كل حتة مش اكتر، يعني تدي طعم هايل بصراحة. وبحط معاها فصين اتنين توم واحنا بنضربها. جميل اهو اهي، ادي الفلفل الاخضر، وادي حتة فلفل حامي صغيرة بس مش كتير، الارناؤوطي ده حامي جدا، فايه بحط منه شوية صغيرين. وبقوم واخد عندي التوم المفروم ده هو، نبدأ نحط عندنا حوالي 3 فصوص توم مفرومين على الخلطة دي، ونديها المية، وبعد كده نبدأ نضرب كل ده مع بعض.
قفلنا يا باشا الايه الطماطم خلاص ضربناها. هنا البصلايه اللي انا بعملها للعدس زي ما اتفقنا اللون الذهبي معلي انا على النار على الاخر حاجه عشان تاخد اللون بسرعه. لو عايزاها تغمقي طبعا ممكن تحط لها نص مكعب مرق ولا حاجه تديها على طول اللون اللي حضرتك محتاجاه. وفي نفس هنا الحله هنا حط عندي سمنه اللي انا هعمل فيها الصوص الاحمر. انا حطيت هنا مع الطماطم زي ما اتفقنا اربع فصوص ثوم، وده بيخلي الطماطم يعني الصوص ده ما يبقاش تقيل قوي على المعده. ساعات واحنا بناكل الكشري كده بنحس بحرقان غريب شويه، وده بسبب الايه الثوم اللي احنا بنحرقه على النار. لكن انا هعمله حطيت الثوم فين؟ مع الطماطم، فده بيهدي الدنيا شويه. النقطه دي مهمه جدا يعني. بنقوم حاطين عندنا البصل والصوص الاحمر. تمام، واكون محضر عندي شويه خل صغيرين عشان هنروح ايه طافينهم بالخل، وبعد كده نحط عندنا عصير الطماطم وصلصه الطماطم ومجموعه التوابل الباقيه. زي ما احنا هنا بقوم واخد عندي شويه من الكمون حاطينهم فين؟ عندي على البصل اللي انا بعمله للعدس قدام حضراتكم اهو. تمام، ونقلب التقليبه الجميله ديت. الصوص الاحمر اهوت بنقوم حاطين عندنا ايه بقى؟ الخل. بنقوم حاطين الخل، وبعد كده بنقوم واخدين عندنا الطماطم ونجيب عندنا شويه ميه صغيرين كمان. وبعد كده بقوم ايه مقلبها تقليبه كده ونسيبها عندي على النار كويس جدا لحد ما تبدا تغلي وندي لها بقيه الحاجه. هنا يا باشا الدنيا بقت تمام، البصلايه عندي خلاص بلاش اغمها اكتر من كده. نقوم عاملين ايه بقى؟ نقوم واخدين عندنا الكاتل ونقوم حاطين عندنا الميه السخنه. تمام؟ اه. المره الجايه، حاضر والله يا استاذ مصطفى حاضر. بص يا باشا ادي الايه الصوص بتاعنا بدا يبقى لونه بني، وده طبعا طبيعي بسبب الايه البصل، ولسه لونه نغمق اكتر لما نضيف عندنا العدس بقى ونسيبه عندنا ياخد سلقه. بس كفايه دول. تمام، ونسيب عندنا حضراتكم الكلام ده هو يغلي عندي على النار كويس جدا. بعد ما يغلي لمدة 10 دقايق نبدأ نعمل ايه؟ نقوم ضايفين عندنا الرز، لكن لازم يستوي الأول، فبسيبه التسوية بتاعته بالراحة خالص لحد ما يبدأ اللي هو يستوي معايا يخش في التسوية تماما، نبدأ نضيف له ايه الرز. واحنا بنضيف الرز هنتأكد ان المية بتاعته مظبوطة عشان ما يبقاش يطلع معجن، أو لأن المية لو زيادة الرز هتلاقيه معجن ومش هتعرفي تاكليه كويس، فلازم المية تكون مظبوطة بالظبط لما نيجي نضيف الرز. فنسيبه يغلي الأول العدس. أنا حطيت له الكمون وكل حاجة، ناقص له إيه؟ ناقص له الملح. نديله شوية الملح. وهو كده خد الكمون وتمام التمام. يبقى أنا بضيف الرز ما هي مع العدس مع البصلاية وأحطها على النار. في ناس بتعمل حاجة اللي هي بتاخد البصلاية وبتقطعها شرايح. تاخد البصل وتقطعه شرايح وتشوحها الاول تاخد اللون الذهبي، تاخد نص البصلايه ديت زي الورد كده تحطه على الايه كشري من فوق، والنص التاني تسيبه مع العدس. فعندك حلين اتنين، لكن انا بفضل ان انت تعملي الورد لوحده خالص، لان البصل اللي هيطلع من هنا هيبقى طري، واحنا محتاجين الورد اللي بيطلع او البصل اللي بيطلع من الكشري يبقى ناشف، فانا بحطه مع دقيق وبعفره وبنزله زيت. تمام. طيب تعالوا نشوف عندنا هنا الصوص الاحمر. معلقة معجون طماطم. وبعد كده بقوم واخد عندي نديله بقى التتبيله بتاعته الباقيه.
شوية بابريكا صغيرين وشوية الملح، سنة بسيطة جدا من الفلفل الأسمر، وعمينا طبعا الأساسي في كل الكلام ده شوية الكمون عليهم. ناقص ايه؟ ناقص دول، هما دول اللي بيظبطوا لي الطعم قوي بتاع الايه الطماطم، شوية ايه السكر الصغيرين دول. تمام، هنبدا ناخدها كده يا سعاده الباشا، ونسيب كله على النار يبدا يغلي معايا لحد ما يبدا الايه الصوص الاحمر اللي هو يستوي معايا، وده اهم حاجه في الموضوع. وهنا الرز زي ما اتفقنا عملناه ازاي، جبنا البصلايه ريحته حلو قوي لان ريحه الكمون والبصلايه والعدس عاملين فيه شغل. اهم حاجه الرز بتاعي اهو ما بغسلوش، ما بيتغسلش. ليه؟ انا بجيب الرز بتاعي رز الشركات، فبيبقى بص مغسول ومتنقي وكل حاجه تمام، حتى هتلاقيه مكتوب على الغلاف بتاعه من بره الرز ده بجيبه ده يقول لك ايه للحصول على نتيجه افضل لا يتم غسل الايه الرز، للحصول على نتيجه ايه افضل، لان هو كل حاجه بتبقى بص عامل ازاي تنقي وزي الفل ما شاء الله. يعني شغل مصر ده 100% يعني الحمد لله. طيب هنا المكرونه الاسباجيتي بتاعتنا جبناها، وبلاش واحنا لما نطلعها نحط لها زيت، سيبها كده يعني زي ما هي. بعد ما تطلع كده اهوت بقطع الاسباجيتي وبحطها في ميه سخنه وشويه زيت وشويه ملح. نفس الكلام في المكرونه المقصوصه، مش محتاجه اللي انا كنت اعمله مع الهوا لان ايه هياخدوا وقت معايا. فالسل انت بتسلقي سل كامل تمام، ولكن ما تخليهاش تعجن، حس بطعم المكرونه عشان ما تاكليش عجينه في الاخر. المكرونه لو خدت تسويه، اي نوع باستا في الدنيا لو خدت تسويه اكتر انت بتاكل عجينه ما بتاكليش ايه مكرونه. طيب خلينا نشوف المقادير الثانيه هتبقى عباره عن ايه، لان لسه في دقه وهيبقى لسه في شطه ولسه في حاجات كتير ان شاء الله. اهم حاجه العدس بتاعنا نصبر عليه خالص. لحد ما ياخد التسويه بتاعته. العدس بقى بعد ما خلاص دخل في التسويه بتاعته قدام حضراتكم اهوت، بنبدا نظبط الميه بعد ما بنضيف عندنا الرز بتاعنا اهو. احنا ضيفنا الرز اهوت تمام، كاني بختم رز عادي بقى. اقلب واظبط الملح بتاعه كل حاجه، ولو احتاج ميه ولا حاجه نبدا نضيف له عندنا الميه. محتاج ميه؟ اه محتاج شويه ميه صغيرين، نضيف له شويه ميه سخنه. وتمام، شوية صغيرين كمان، شوية الملح، تقليبة بلاش تقليب كتير عشان ما يعجنش. قوم ايه قافل عليه غلوتين اتنين بالظبط، وتبدأ تهدي عليه النار خالص لحد ما تبدأ اللي هي تستوي معاك. طيب هنا الصلصه الحمراء بتاعتنا جاهزه خلاص اهيت تمام قدام حضرتك، فيها سنه شطشطه كده بسيطه، وده القوام بتاعها حلو جدا بالشكل اللي حضرتك كده شايفينه. وسايبينها بنعمل ايه دلوقتي؟ بنعمل عندنا الكشري بتاع الحاج ابراهيم سردينه. طيب تعالوا بقى ناخد عندنا الايه عبد الغفور البرعي يا ابني. انا كتبت قبل كده والله بوست وقلت هو الوحيد اللي حاببني في طبق الكشري. يعني تعالوا بقى ناخد عندنا الايه العيش الشامي، ونبدا كده اهو نقطعه مثلثات. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى كله على اتنين، وبعد كده ده برضو على اتنين. نقوم واخدين الكلام ده اهوت الجميل ده حاطينه هنا في بوله، وبعد كده نروح فين؟ عندي على الزيت اللي عندي لحد ما يبدا اللي هو يحمر معايا. يبقى ده بالنسبه لايه؟ للعيش الشامي.
اقطعه مثلثات زي ما حضراتكم كده شايفينه، وننزله فين؟ في الزيت. قبل ما ننزل ده في الزيت، تعالوا نجيب عندنا بوله ونبدا نعمل عندنا البصل. البصل بيتقطع جوانح، يعني بجيب البصلايه وبقسمها بالنص، وبعد كده ببدا بالسكينه، ببدا ان انا اقطعها، فبتبقى عندك بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه. حط عندي البصل، شويه دقيق صغيرين عليه، شويه زيت صغيرين، ده بعمل الدقه دلوقتي. ثوم مفروم، نقلب الثوم كويس جدا، وهنا دي اكتر حاجه هي بتتعب المعده، فبلاش نضغط على الثوم قوي. بلاش نضغط على الثوم قوي واحنا بنحمصها، على قد ما نقدر، لان ديت لما بتيجي تحمص التوميه وتيجي تحط الخل والكلام ده كله، فبيعمل تقل على المعده في الصدر كده، هتلاقي حموه طالع كده وانت بتاكلي بعد ما تخلصي الكشري بالذات. عشان كده والله انا الكشري باكله من غير حاجتين اتنين بصراحه. بامانه يعني، باكله من غير الدقه، ما بحطش دقه خالص، مع ان الدقه ديت اساسي، يعني ديت الدقه رقم واحد. ولكن انا بصراحه ما بحطش دقه، وبقلل بصل جدا جدا على قد ما اقدر. لان بصراحه اللي عند القولون الله يكون في عونه يعني من اكله الكشري. خلاص كده بصي عملت ازاي، حلو جدا. اقوم حاطط عندي الخل، عصير ليمون، وبعد كده بقوم واخد عندي معلقه كمون صغيره، بعد كده اخر حاجه خالص الميه السخنه يا استاذ، ونسيبها عندي على النار تغلي. هدي لها شويه الملح، ونسيبها عندي على النار تغلي، وبعد كده نبدا ان احنا نقدمها مع بعض. طيب هنا الصلصه، تمام، نجيب الكلام ده كله هنا زي الفل، ونسيبها. نبص على الرز، ايه الاخبار؟ هو والعدس اهو بدا اللي هو قدام حضراتكم اهوت يختم معايا، وهو بيختم كده اقوم مهدي النار عليه خالص عشان يكمل التسويه بتاعته. مهدي النار شويه للنص، حلو جدا، ونسيبها. الدقه عشان تضمني اكتر اللي هي ما تبقاش تقيله، انا بصفيها. جيب المصفى، كل واحد وله طريقه في كشري، كل واحد وله طريقه. انا بجيبها بعد ما بتخلص اهيت قدام حضراتكم، طلع الروائح الجميله ديت، ببدا ان انا اخدها في مصفى واقوم مصفيها عشان ما يبقاش فيها اي توم، يبقى الدقه بس الصوص بس اللي موجود بتاعها. ابص على البصل، ايه الاخبار؟ عشان الزيت بقى يا جماعه ما يبصش معايا والدنيا معايا بجيب عندي مصفة صغيرة زي ديت هنا اهو يا باشا. الدقيق ده لو نزل في الزيت طبعا هيبوظ الدنيا، طب طبيعي طبعا، اي دقيق بينزل بيبوظ الدنيا. فبجيب عندي مصفى وببدا انزل الزيادات ديت كلها، لان الزياده دي يا استاذ جمل بتنزل في الزيت بتبوظ الزيت. كل سنه وانت طيب، صح؟ تحرق الزيت. وزي ما انتم عارفين الزيت طبعا لازم نستخدمه ل 100 حاجه. نقليه 100 مره. في طاسه كده تلاقيها عند كل بيت. طاسه كده تلاقيها سودة قوي، والمصحف تلاقيها موجوده تحت في البوتاجاز. ما اعرفش ايه الفكره. خش اي بيت تلاقي الطاسه ديت. وتكون تيفال كده، كانت او يعني في الاول كده بتبقى تيفال وبنت ناس كده وجميله، وفجاه تلاقي الزمن جه عليها.
طيب هنعمل من عندنا بقى الشطه، ودي اكتر حاجه انا بخاف منها الشطه ديت، تبعد عنها بقى وايه وانت شغاله، وتعمليها اخر حاجه خالص، لان الشطه مجرد انت ما بتحطيها اصلا تلاقي بقى ايه الجو بقى دموع وحوارات كده وعطس وحاجات غريبه. تعال ندي تقليبه هنا قبل ما نشتغل في الشطه، بعطل نفسي على قد ما اقدر على الشطه بصراحه. بص الرزايه بقى مع العدس عامل ازاي. صلاة النبي. هد عليها النار لحد ما تبدا اللي هي تستوي معايا، والبصلايه عندي. طيب ناقص هنعمل ايه دلوقتي؟ بنعمل عندنا الشطه. هنا توم، صلصه وشطه، طماطم قطع، وعندي شويه كزبره. شويه كزبره ناشفه. تمام؟ كزبره ناشفه، صلصه، شطه، طماطم وتوم. نحط زيت عليها على النار، الدقه ضرب نار. زنجبيل فعلا معاهم، شويه ملح بس صغيرين كده عليها، وكده تمام التمام. طيب خلينا بقى نشوف عندنا الشطه. تعالوا ناخد عندنا الثوم والطماطم وبقيه الحاجات ديت. حطيت زيت هنا، حطينا زيت، الزيت يكون بوفره كده حلو كده، يكون ايه في اللبانه بتاعه السلمبوش الجميله ديت ايه، نحط شويه زيت كده حلوين، نديها شطه. طماطم مش هزار والله، شطه مش هزار، ربنا يستر. بعد كده بقوم واخد عندي معلقه صلصه طماطم صغيره قوي، شويه كزبره، شويه ملح صغيرين. شكلها عامل ازاي؟ شكلها مرعب، اقسم بالله شكلها مرعب. اهي شطه زيت لكن مش طبيعيه. سيبها بقى على النار شويه، وبعد كده نبدا اللي احنا نشيلها. هنا الرز بتاعنا ختم تمام اهو، بص ما شاء الله حاجه تفتح النفس والله اهي. تمام، وكل حاجه بقت تمام التمام عندي، يعني الصوص الاحمر، الشطه، جميل الكشري جميل بس حلل وكتير قوي. الله هو جميل كده وابن حلال وجميل وياكل ويعمل، ولكن هو فعلا ايه مواعينه كتير حقيقه يعني، ولكن اكله انا بعتبرها طبعا ان هي اقتصاديه طبعا، ما فيهاش لحوم وما فيهاش فراخ طبعا احنا بنعمل كميات، لكن انت لو هتعملي طبعا هتعملي ربع الكميه ديت، لو اسره مثلا مكونه من خمس اشخاص تقدري تعملي ربع الكميه ديت كفايه بس، فاهم حضرتك ازاي؟ لكن انا هعمل ايه؟ انا هعمل لمه هنا. جايبين الدنيا كلها تكون معانا ان شاء الله كشري النهارده، فحاطينه ايه في الصينيه الكبيره ديت، ده اللي هنقدمه فيها الكشري. زي ما اتفقنا تقدري تعملي الرز لوحده والعدس لوحده تنشيه، والرز تعمليه بشعريه زي ما حضرتك عايزه، لكن انا بعمل الاثنين مع بعض، العدس اللي هو بالجبه مع الرز، فبيبقى عندك بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه. وبعد ما ختم خلاص هو كده استوى تماما، وده الحمص بتاعنا وهو بيتسلق، حاطط له بيكربوناته، وعندنا العدس اهوت، عندنا الدقه، وعندنا الشطه الحريفه اللي خلصانه معايا وتمام التمام، وده البصل اللي احنا عاملينه على الهوا ده حضرتك اهوت، شمال قرمشه، حطينا دقيق. شايفه لما كل ما ترفعيه كل ما يكون افضل، يعني رفعيه وانت بتقطعيه بلاش تتخنيه، يكون السكينه بتاعتك حاميه كده وتخلي بالك من ايدك وتقطعيه، يبقى عندك بالشكل ده، تحط له شويه دقيق صغيرين يبقى فل الفل. في شويه سلطه بقى هنعملهم دلوقتي، والعيش طبعا اهوت بعد ما اتحمص في الزيت، ادي العيش بتاعنا، وفي شويه سلطه كده هنبدا ان شاء الله اللي احنا
نشتغل فيهم دلوقتي. طيب السلطة دي عبارة عن ايه بقى؟ عبارة عن طماطم بجيبها بقطعها مكعبات كبيرة، بحط عندي كزبرة مفرومة، ثوم، عصير ليمون، خل، فلفل اخضر، كمون، وشوية ملح هنروح نجيبه. حط عندي فصين اتنين ثوم مفرومين، شوية خل، مقادير قدام حضراتكم على الشاشة، سنة شطة بسيطة، شوية كمون، فلفل حامي. سلطة الحريفة بقى الناس اللي هي عايزة تزود حاجة كده حلوة وحرشة ايه جنب الكشري، شوية كزبرة خضراء. نقوم حاطين عندنا الطماطم بقطعها عندي مكعبات كبيرة زي اللي قدام حضراتكم ديت شايفينها، وبديها عصير ليمونة كده من فوق، واخر حاجة خالص بقوم ضايف لها الايه الملح. نجيب عندي المعلقة كده تكون الدنيا تمام عندي. بالنسبه للحمص زي ما اتفقنا، الحمص انت بتجيبيه تنقعيه الاول يعني حوالي 4 ساعات، وبعد كده بتبداي انت تحطيه فين؟ في الميه السخنه. وانت بتحطيه في الميه السخنه بتحطي معاه بيكربوناته عشان يبقى اللون بتاعه يبقى فاتح معاك كده وحلو، ويبقى بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه، ونسيبه لحد ما يبدا اللي هو يتسلق معايا ويتظبط معايا كويس. تعالى ناخد عندنا السلطه ونقدمها يلا، عشان هنبدا نقدم. حلو الكلام، سباتولا كده صغيرة. في شوية مية كده صغيرين اهم، حطهم على بقية السلطة. نحطهم هنا. طيب ده كده خلصانة. تعال نبدا نحط عندنا نقدم مع بعض بقى الكشري ونظبط مع بعض الاشياء بقى. هنا اول حاجه بنضيف عندنا شويه من العدس. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين نقرب شويه المسافات. ممكن يا كبيرة هعمل لك دي كده يا كبيرة. احنا هنعمل طبقتين اتنين من العدس اللي قدام حضراتكم بالرز، مكرونه لسه حواليها ظبط حواليها ظبط لك الدنيا، وبصل وعيش. حبيبي يا خال الله يخليك، محترم من الزملكاويه المحترمين اللي انا بحبهم والله، اسمه مصطفى الجمل. تمام، شوية بصل خال، ونروح فين؟ في الطبقة التانية.
من العدس والرز، حاطينه كده عليها من فوق. عايز عزومه ده، خلي بالكوا يعني. مكرونه اهو، بعد كده بنقوم حاطين عندنا المكرونه الاسباجيتي برضو معايا، واجمع هنا بقى عشان ايه كل الحاجات دي تحط في النص. هنضيف حواليها البصل وبقيه المكونات بتاعتنا، هنضيف عليها كده من فوق ان شاء الله. اخر شويه هما بعد ما عملتها على شكل هرمي، نجيب بقى ايه عمينا العيش تمام، وبعد كده نبدأ نحط عندنا البصل في الآخر. نجيب عندنا البصل، حط البصل بالشكل اللي حضرتك كده شايفينه، عندي السورات الصغيرة ديت، واجيب عندي قمع، ونقوم رايحين فين يا باشا بالدقة الجميلة ديت قدام حضراتكم. ما شاء الله، الصلاة على النبي، شوية دقة ايه اوعى إيه اوشك كش انا ابو حامد تمام. بعد كده ايه الحمص، ادي الحمص بتاعنا والله العظيم. بص طبق مصر اصيل اهو. هادي الحمص اهو بعد ما اتسلق بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. طيب ايه تاني يا استاذ؟ اوعى الحريف، شطه مش هزار، دي اسمها شطه زيت. ها اهي دي اسمها شطه زيت. ناقص ايه؟ طيب اخر حاجه طبعا ده الاساس، الاساس بقى شويه الصلصه الحمرا. بص الصلصه الحمرا عامله ازاي، القوام بتاعها عامل ازاي، حاجه محترمه جدا. وتلاقي كل حاجه بارده عند الكشري الا الصلصه الحمرا، لازم تكون سخنه. نحط واحدة هنا وناخد التانية، وننضف الصلصة الحمراء ريحتها حلوة قوي، وده بسبب زي ما قدام حضرتك عارفة اللي انا حطينا الفلفل الاخضر معاها وظبطنا الدنيا.
هامش حاضر. في بقى ايه طفل كده عسول قوي بيتفرج عليا اسمه انس، مش انس ابني، هو زي ابني طبعا، انس محمود عبد السلام. انس محمود عبد السلام عنده 8 سنين، بنبعته تهنئه هنا من البرنامج، وبقول له ربنا يخليك لبابا وماما يا حبيبي، ويشوفوك احسن واحد في الدنيا انوس يا عسول. انس عنده 8 سنين، من الاطفال اللي بيتابعونا، ويعني هو بعت لي رساله حلوه جدا مع الاستاذه هاله، وانا بعت له احلى رساله في الدنيا عن طريق البرنامج، واقول له بحبك كتير جدا جدا يا انس يا محمود يا عبد السلام. ده حلقه الكشري الكلاسيكي، الاكله الكلاسيكيه المصريه الاصيله. لها اكتر، كل واحد بيعملها بطريقه، انا ليا طريقه، في ناس تعملها بطريقه تانية، قدمتها بكل الايه محتوياتها وحبشتكناتها وبسلطاتها وبابا غنوجها زي ما قدام حضراتكم كده.